بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما نطلب العون والتوفيق والسداد والنجاح. أسعد الله صباحكم بالمحبة والمودة والسرور، نحييكم بأجمل تحية ورق تحية من أرضية هذا الميدان، ميدان الهباب لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن تحدياتي وانطلاقاتي سن اللقايا. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا اليوم الموافق 27 من شهر 11 لعامنا 2024 في ملتقى تحديات اللقايا، بأيضا على بركة الله أعلنت انطلاقة شوط الرئيس الأول، أول أشواط الإبكار شوطنا الرئيس الأول لشعارات أصحاب السمو والشيوخ ومن له الرغبة من أبناء القبائل، فباب المشاركة مفتوح لجميع التحديات ولجميع الشعارات الحاضرة بالحضور الكبير. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. شوطنا الرئيس الأول يحمل نوعيات مميزة وشعارات كبيرة تتنافس من أجل الفوز والانتصار، تتنافس من أجل تحقيق المركز الأول وتحقيق الفوز والانتصار من أرضية هذا الميدان، ميدان الهباب. مباشرة أباشر مع البداية ليقدم لنا مع مقدمة هذا الشوط ليتقدم مع الصدارة، واجد لي على الصدارة مياسة تحمل الشعار الكبير، شعار سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم عتيج بن علي بن راشد بن خفية الاكتبي، يأتي بالمشار المميز. لكن المركز الثاني هي الظبي بشعار سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حمدان في مرافقة الظبي ليغيرت موازين الشوط وانتقلت إلى المركز الأول. المركز الثالث المسكة القادمة بشعار سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن عبد الله بن حميدان في المرافقة المميزة. الذيبة قادمة على المركز الرابع محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بوهليبة يتقدم مع شعاره المميز ليقدم لنا الذيبة القادمة على المستوى الرابع لتبحث عن الفوز والانتصار، ويرافقها ابو حمد بالمرافقة المميزة بالمسار المميز على المركز الرابع. المركز الخامس أوصلتنا القادمة بهذه اللحظات منصورة محمد بن سعيد بن حلوة يتقدم مع منصورة ليقدم لنا منصورة باحثة عن الانتصار، باحثة عن الانتصار. القادمة أيضا اللي هي العبور، بدأت تعبر العبور، بدأت تعبر العبور بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، يتابع أبو سعيد عبيد بن محمد بالضبيع الاكتبي بمرافقة العبور اللي بدأت تعبر من مركز إلى مركز. أيضا القدوم على المركز السابع أوصلت القادمة أيضا اللي هي حفلة سيب بن سالم بالضبيع يقدم لنا حفلة بهذا المستوى الكبير. وصلت أيضا القادمة، وصلت القادمة اللي هي نعم اختبار يتقدم مع اختبار عبد الله بن مبارك بن ثاني بالرقاد الكتبي يتقدم بالرقاد ليقدم لنا اختبار في هذا الاختبار الكبير، في الاختبار بالشوط الرئيس الأول ليختبر اختبار واجتازة الاختبار بهذا المسار المميز. ركز يا بالرقاد أيضا القدوم والوصول مع المسار المميز من قبل مناورة، مناورة القادمة لسعادة محمد بن علي بن سيف بن علي الكتبي يقدم لنا مناورة بالمسار المميز. والقادمة الفائزة عبد الله بن سعيد بن راشد الجابري يقدم لنا الفائزة بهذا المسار الكبير. الشوط الرئيس الأول ونداونا الأول، نداونا الأول، ومن هنا تحول إلى الصدارة الأولى، إلى الصدارة الأولى هناك بالمسار المميز بأول الأشواط مع مقدمة التحدي والإثارة. ما
زالت الظبية ما زالت الظبية تسيطر وتهيمن مغايضا ناق سيطرتها المميزة بشعار سمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم ومحمد بن عبد الله بن حميدان يرافقها أبو عمر. لكن اللي غيرت أيضا مياسة 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 بشعار سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم وبن خفية بن خفية محمد بن عتيج بن خفية وعتيج بن علي بن خفية الاكتبي يأتي بالمرافقة المميزة ليرافق لنا هذا الاسم الكبير ليرافق مياسة بالمستوى الكبير بالمستوى الكبير. ايضا الذيبه قادمه محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بوهليبه يتقدم ايضا على المركز الثاني ليقدم لنا الذيبه القادمه بالمسار المميز. تحركت الاسماء تحركت الشعارات وتقدمت الاسماء لتبحث عن الفوز والانتصار لتبحث عن الانتصار بالمسار المميز بالمسار المميز في هذا الشوط المميز الذي يأتي مع الشعارات الكبيرة. المركز الرابع العبور أوصلت العبور بدأت تعبر العبور بالكيلومتر الأخير بشعار سمو الشيخ محمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم ومحمد أيضا عبيد بن محمد بالضبيع على كتبي. وين الناموس وين الشوط الرئيس الأول أول أشواط الإبكار أول أشواط الإبكار. ولكن مياسة انطلقت مياسة واندفعت بالمسار الأول ولكن الخطير العبور الخطير العبور ومياسة بدت بالمسار بدت أيضا بتحقيق المركز الأول بدت أيضا بالأداء الكبير المميز بشعار سمو الشيخ محمد بن مكتوم برد المكتوم وعتيج بن خفية. ولكن العبور العبور القادمة تحركت العبور تحركت والعصاف المطان تحركت بالأداء المميز العبور ومياسة مياسة والعبور. ولكن عبر عبرت العبور مع الفوز والانتصار بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم عبيد بن محمد بن ضبيعة سلالة أيضا سلالة مشجي بالأداء الكبير السلالة الغنية عن التعريف تنتزع الشوط الرئيس الأول والعصاف البطان. مشكور أبو سعيد مشكور عبيد بن محمد بن ضبيعة من حافظ على العبور حافظ على مستوى العبور وقدمها بالأداء الكبير بلا أي أوامر ولا تعليمات تنتزع الشوط الرئيس الأول. سلام يا سلالة مشجي سلام السلالة الغنية عن التعريف اللي تعرف الأشواط الرئيسية. المركز الثاني أيضا بشعار سمو الشيخ محمد بن مكتوم رايد المكتوم. المركز الثالث 20 اللي بشعار حفل أسيب بسال بطبيعة. المركز الرابع أيضا منصور محمد بن سعيد بن حلول. المركز الخامس محمد بن عبد الله بن علي بوهليبة. التوقيت 4 دقائق و44 ثانية. تهانينا والناموس على فوز العبور في الشوط الرئيس الأول وتهنيتنا للمضمر اللي حافظ على مستوى العبور والعبور صاحبة الأشواط الرئيسية. مشكور أبو سعيد مشكور من حافظ على مستوى العبور بالشوط الرئيس الأول وكانت البطلة والعصافة الأبطال بلا يتوامر ولا تعليمات تنتزع الشوط الرئيس الأول وسلالة مشجي. سلام يا محمية المريال سلام على تحقيق هذه الأسماء وتحقيق الشوط الرئيس الأول وتحقيق سلالة مشجي. وليس الغريب على هذه السلالة اللي تعرف الأشواط الرئيسية وتعرف الرموز. تهانينا وناموس.